Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fetablama tezakka ve zekereşme rabbihi fasalla. Bel tumsiruna hayatet dünya ve lakiretu hayrun ve abdika. İnne hâzâ lefî suhufil ula suhuf İbrahim ve Musa. Ve kâlem nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem'e فَنَجَمُ شَهْرَ اللّٰهِ وَشَعْبَانُ الشَّهْرِ وَرَزُرُ وَرَمَزَانُ شَهْرُ الْأُمَّتِ اللّٰهُمَّ سِلْيَ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا زَكَرَهُ الزَّاكِرُونَ وَسِلْيَ عَلَى سِلْنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا وَفَرَنْ سِبِهِ الْفَاطِرُونَ اللّٰهُمَّ بَعِنْنَا فِي رَجَبِ وَشَعْبَانِ وبلغنا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ملك الله ملككم يرمى بالآية وزكي إنه تعالى جواد كريم ودود رحيم رحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله